انتيا تتكلم القبيلية ولا ما تتكلمهاش؟ شوية، ما تكلمهاش مليح مليح، نفهم بصح ما نعرفش نهضر مليح. ما احنا في دارنا قبايل، بابا قبايلي ويما قبايلية، يما تهضر معنا بالقبايلية وبابا يهضر معنا بالعربية. وعلاش انتم ما ديروش الراية الاخ شريف؟ ما نديرش الراية باسكو انا على بالي باللي الراية هذه ماهيش راية جزائرية، راية استعمارية لتقسيم الشعب الجزائري. انا ما نامنش بها وما نحش نامن بها طول حياتي. انا كاين ناس عندي فاميليا كيعلموا ولادهم قبيله، نقول ما تزيدش علموهم قبيله، علموهم العربيه وعلموهم لغات اخرى. لان فرنسا خدمتها من 47 هي تخدم باش تكسر الحركه الوطنيه قبيلي وشاوي. ونعطيك دليل بالادله، المخابرات الفرنسيه قبل من الاستقلال كيعرفوا باللي الجزائر راح الاستقلال بداوا يخدموا لها. حنايا جزائريين فينا قبائل وفينا شاويه وفينا عرب وفينا 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 اتراك، فينا طلعين، فينا الرومان، فينا كاع الزريعه. كان اللي يستوطنوا في الجزائر ولاو يتكلموا العربيه كيما حنايا، ولاو الناس يقصروا، ولا دخل الاسلام، الناس رحبوا بالاسلام. كاين اللي ماشي مسلم، كان في الجزائر الكثير من الناس ماشي مسلمين، وبالك ربما ما عندوش دين كاع، وكان اللي راهو مسيحي، كاين اللي راهو يهودي. ما يهمنيش انا راني عايش في بريطانيا، ما يهمنيش انا جاري يكون مسلم ولا مسلم، اللي مهمني يحترمني ونحترمه. ها صح. هذا هو. دوك انا في الجزائر، نكون عايش في الجزائر، قدامي جاري جزائري مسيحي، الله يسهل عليه، انا ماذا بيا يكون مسلم، ربما ندعيه للاسلام، ندير مجهودي، بصح اذا واحد يبقى مسيحي الله يسهل، يحترمني نحترمه. رانا عايشين في بلاد وحده كيما على. انا نحب نفهم، نسال سؤال الناس هذوما، كيف الناس عايشه في ليترونجي، في كندا، في فرنسا، في امريكا، في الانجليز، كذا، وبدنا متعايشين مع الايطاليين، متعايشين مع اليهود، متعايشين مع المسيحيين، ولبس بيهم ويخدموا، يروحوا يخدموا، ولادهم عايشين معاهم، يقراوا معاهم، يمشوا يروحوا معاهم. الأخ شريف، اسمح لي، وبالالف لا لا ولا المؤلفه. غتصبرني برك على النقطة هذه، برك انت على الراية ونعاود نرجع لك الكلام. تفضل. خاطر سمعت أنا في بعض الإخوة هكذا يمدوا في معلومات مغلوطة نعم حول هذه الراية. كاين نعم منهم اللي يقول لك باللي مثلا هاك انت عايش في فرنسا، كاينين هذو نتاع لوكسيتون هذو هو عندهم الإعلام، وكاين ما على باليش أنا ناس اخرين في مناطق واحده اخرى عندهم ايضا اعلامات وهو ما كان حتى مشكله. يا خويا هذو القبائل يخي راهم هما، هاو الاخ هذا راهو كي يتكلم معنا الشريف هذا راهو قبيلي، ليه؟ القبائل هذو وما راهم يشوفوا في الجزائر تاعهم. علاه انت يا درك مثلا، درك انت كي تقول لي انت مثلا لوكسيتون هذه دوك راهم هما ضموهم، راهم فرنسا راها ضمت بعض المناطق هنا، قال مثلا ما على باليش انا الالزاس كانت تابعه للجهه هذه، قال مثلا تاع لوكسيتون جماعه كانوا تابعين في وقت من الاوقات، قال مثلا ما على باليش انا كذا، البروتون قال مثلا كذا، هما راه ضمتهم فرنسا، بصح هذو راهم ما ضمتهمش الجزائر، ضمتهم ليها، يا هذو راهم هما قلب الجزائر، كيفاش انت تدير اعلام واحد اخر؟ بارك دوك الله انت فيك. هذا نتاع لوكسيتون هو راهو يشوف في روحه برك باللي هو يعبر على الثقافه نتاعو، راهو خذاها هو رؤيه ثقافيه، يا انت الجزائر راه نتاعك، وهذا راهو علم الجزائر راهو شارك فيه عبان رمضان، وشارك فيه مصالي الحاج، وشارك فيه بن بولعيد، وشارك فيه واسمه كريم بالقاسم، وشارك فيه، علاش ما داروش وما اعلام واحد اخر؟ راية وطنية تجمعنا أكل أرواح نلتقي، وإحنا تحت الرعاية، مانيش أنا اللي درتها، مانيش أنا اللي طرزتها، إحنا لقيناها تعبر عن الهوية نتاعنا الجماعية. عندك أنت مثلا خصوصيات نتاعك إحنا نحترموها ونحطوها فوق روسنا، غدوة أنت إحنا كي نغيروا هذا النظام ونبنيوا إحنا مؤسسات نتاع الدولة على أسس صحيحة وسليمة، وقري انت القبيلية على روحك، والشاوي قري الشاوية على روحه، والترقي قري الترقية على روحه، ما عندناش مشكلة، ولكن نبقاو كما كنت تقول انت في اطار الاحترام المتبادل، نعم ونتنافسوا من اجل الخير تاع البلاد. نعم ده هو هذا هو. الاخ نور الدين. شوف الامر سهل، هاد الناس هاد. شوف اسمح لي، شوف انا نتعجب، السيد عنده بلاد قريب قاره، وحب هو يدي الاستقلال، يولي عنده حفره، مع انه هو قادر يتحرك من الشرق الى الجنوب، من الجنوب الى الشمال، ويدير واش يحب في هذا القاره.
انا مازال ما دخلتليش في راسي. انا في اعتقادي البلاد فيها مشكل سياسي، المشكل السياسي يحل سياسيا. الاعلام ما تزيدليش اعلام، قادر غدوه مغدوه انت دير الاعلام، ومن بعد واحد اخر يجي، واحد اخر من جهه واحد اخرى، فكر واحد اخر، تجي اصحاب غردايه يديروك اعلام،